حقيقة منذ أن تم تأسيس ديال الجمعية من سنة 2006 إلا ونكب الشباب طبيعة الحال اللي كانوا عانوا من العملية ديال هذا الطرد الجماعي التعسفي اللي يعتبر أكبر عملية طرد جماعي تعسفي في العصر الحديث. للأسف من دولة جارة كان المغاربة اللي كانوا كيقتلوا تما في الجزائر منذ عقود، وكانوا يعتقدوا راسهم بأنهم في بلد اللي هو البلد ديالهم نظرا للتاريخ المشترك اللي كان ما بين البلدين، إلى أن جاءت بطبيعة الحال المسيرة الخضراء المضفرة من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة. كان ذاك العمل الإجرامي الانتقامي اللي قام به بوخروبا آنذاك في حق هاد المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، واللي كيتعد العدد ديالهم حوالي 45,000 عائلة. إذن هذه العملية شابتها كل الجوانب المتعلقة بالانتهاكات الإنسانية، كل ما يمكن أن يبدور على ذهن الإنسان من انتهاك إنساني إلا ومس هذه الضحايا، واللي تم التعداد ديالها عن طريق الخبراء الدوليين في حوالي 17 جريمة ضد الإنسانية. مع الوالد ديالك؟ أنا من الضحايا بطبيعة الحال، أنا من مالين الضحايا. أنا الوالد ديالي كان ضابط في الجيش الجزائري، أنا ذاك كان في جبهة التحرير، انخرط جبهة التحرير من بعد النداء ديال المغفور له محمد الخامس سنة 1956 بأن المغرب لا يعتبر أنه أتم الاستقلال ديالو أتم الحرية ديالو إلا بعد أن تستقل الجزائر. وأنا ذاك عدد كبير من المغاربة بطبيعة الحال اللي انخرطوا في جبهة التحرير الوطني الجزائري، والوالد انخرط في الجبهة بعدين انتحق بجيش التحرير أنا ذاك. وكان بطبيعة الحال هو كان منسق العمليات المتعلقة بتسريب الأسلحة بالخصوص من المغرب إلى الجزائر. وعندنا تقريبا ما يناهي 80 أمر بمهمة، 80 أورد ميسيون اللي هما موقعين من طرف الضباط اللي كان بالخصوص الشاد المجدد لأنه هو كان قائد الحامية العسكرية الغربية للجزائر آنذاك، كان هو الكوموندون، والوالد ديالي كان الكوموندون ديال ضابط ديال الفيلق رقم 22 إلى حدود استقلال ديال الجزائر. إلى ذلك في الاستقلال ديال الجزائر الوالد جاب معية الأصدقاء ديالو اللي هما كانوا ضباط وطلبوا منه على أساس أنه خصو باش يقطن في الجزائر، نترك الجزائري أكثر منا حنايا. وفعلا في 62 جاء الوالد خدانا حنا من مدينة وجدة، أنا من مزدادي مدينة وجدة في الخمسينات، وخدانا الوالد بطبيعة الحال بالعائلة، مع العلم أن المسكن اللي كان عندنا حنا في مدينة وجدة كانوا ساكنين معنا ثلاث عائلات اللي كان الإيواء ديالهم عندنا في ثلاث عائلات جزائرية اللي كان الإيواء ديالهم عندنا في الدار في وجدة. بعد خداونا في الكاميون، واحد الكاميون كي سميتهم كاميون ماجوريس، رحلنا بطبيعة الحال دي باقي كنتذكر ديك الرحلة اللي رحلنا من مدينة وجدة إلى مدينة وهران، وبالضبط إلى حي سيتي ليسكور بمدينة وهران. مشيت أنا في الكاميون وناعس فوق الناموسية ديال الوالد سيدنا المطلع اللي كان ديال الوالد والوالد. إذن هذاك المشهد باقي راسخ في الذهن، ولكن ما كناش عارفين بطبيعة الحال إلى فين غاديين حكم أن الوالد. المهم سكننا في مدينة وهران في لاسيتي ليسكور، والوالد كان باقي في الأرمي في الجيش الجزائري لأن تما ولا الجيش الوطني الجزائري بعد الاستقلال. ومن بعد مشينا سكننا في الحي العسكري اللي هو لاسيتي سانت هوبر إلى حدود 67 كان بوخروبا آنذاك اللي كان هو رئيس الدولة الجزائرية من بعد الانقلاب ديال 65 خدا واحد القرار على أساس أن أي أجنبي متواجد داخل الجيش الوطني الجزائري تعطى له الجنسية الجزائرية، تسلم له ماشي زعما تمنح له الجنسية الجزائرية. من جا الكولونيل العقيد عثمان اللي كان مع الوالد وهذا كان صديق ديالو الله يرحمه راه توفى، من جا الكولونيل عثمان وطلب من الوالد على أساس أنه راه غادي تعطى له الجنسية الجزائرية، قال له أنا ما طلبتهاش أنا عندي جنسية مغربية وباغي نحافظ على الجنسية ديالي المغربية. قال له ماشي مشكل، هذه فقط المستقبل ديال وليداتك والمستقبل ديالك أنت إن شاء الله، وهذه
كنلمو دينا ما بغيتش نغير الجنسيه ديالي، يعني الجنسيه المغربيه جيت بها وجيت لله في سبيل الله انني نجاهد مع الاخوان ديالي على ذلك، ولكن بغيت نحافظ على الجنسيه المغربيه. المهم قال له ودي الا بقيت بالجنسيه المغربيه راه ما يمكنش، قال له انا غادي نسحب، وفعلا خدم الاستقاله ديالو ونسحب من الجيش في 67 بالضبط، الحدود 68 كان في زياره في الجزائر العاصمه، وتعطى له واحد لا ريكومونداسيون توصيه من عند الرئيس اللي كان بخربه انذاك، على اساس انه باش تعطى له مثلا مهمه معينه. واشتغل في لاسوناتراك، شركه سوناتراك، شركه سوناتراك ما كتشغلش الاجانب من غير هادو المجاهدين اللي كانوا فعلا مجاهدين لانهم شهاده ديال المجاهدين. واشتغل الوليد الحدود 75 بعد المسيره، تمت واحد العدد ديال المضايقات بطبيعه الحال اللي دارت للوليد عبر المخابرات العسكريه، المخابرات ديال الامن الى ذلك. وفي هذيك الفتره بالضبط تم الاختطاف ديال الاخ ديالي الكبير مقر العمل ديالو، وكانوا خداوه من بعد الوليد بقى كيبحث عليه الى ان وجدوا على اساس كانوا غادي يديوه يسلموه لجبهه البوليزاريو انذاك، كانوا كياخذوا ذوك الشباب المغاربه وكيسلموا البوليزاريو باش ياخذوهم كاسرى حرب. وفي الملف عندنا واحد العدد ديال المختفون، حنا قدمنا الملف بطبيعه الحال مذكره للجنه المكلفه بحمايه ديال كيقول لها الاختفاء القسري، واللجنه المكلفه بحمايه العمال المهاجرين، هذو اللجنتين فيما يتعلق بهذا الاختفاء القسري ديال واحد العدد ديال المغاربه. ولكن الحمد لله ان تم وصلنا اننا صابوا الاخ ديالي ورجعنا للدار واحد اليومين ولا ثلاث ايام، وجاو لعندنا خداونا من الدار. المطالب اولا هو تفعيل التوصيات تنطلبوا سواء من الدوله الجزائريه ولا حتى الدوله المغربيه، تفعيل التوصيات اللي صدرت عن لجنة حماية العمال المهاجرين وأفراد الأسر ديالهم منذ سنة 2010 إلى حدود إلى آخر توصية اللي صدرت في 2023، ومع الجزائر حتى هي نفس الشيء، توصيات على الجزائر. وتنطلبوا للدولة المغربية على أساس أنها تفعل إحدى التوصيتين المتعلقة بتمثيل هذه الضحايا أمام المؤسسات الدولية. كنا في الجزائر في تلمسة خدامين، ما علينا ما بينا من مالك دار المسيره الخضراء، داروا المسيره الخضراء، هما كانوا ديك الساعه كانوا بالبالة في الجزائر كيديروا داك المظاهرات في بوليزاريو كي الجزائريين وداك الشيء. ايوا المهم حنا ما بغيناش نديروا لهم داك الشيء، ما بغيناش نقولوا في بوليزاريو، خاطر حنا مغاربه بقينا منك حتى حنا راه جاو الكوميساريه يلا ذبحنا، حاول يخلينا معلق ذبحنا، جاو عندنا دقوا علينا الطرف، السلام عليكم، السلام، اودي راه بغاكم الملك. الله يا ودي شنو معنا الملك؟ قال لك راه بغاكم الملك، غادي تسجدوا وتهودوا تسجدوا في وجده وتجيو في حالكم. عرفنا بلي القضيه، عرفنا القضيه حامض. المهم ما كان مشكل، مشينا سيدي داونا في الفولغون، داونا للكوميساريه، جلسنا في السيلون، لا ماكله لا شراب، شي نهار كامل. قال ديك السبال الشيولات ركبونا في الكيران، ركب صورونا بعدا هي الاولى، ركبونا في الكيران، موطر قدامه موطر اللور بحال ماشي الملك بحال ماشي هذا. مشينا سيدي بونكو، بقينا توصلنا الحدود الناس اللي كتعرف الحدود كيديروا لهم الذهب ديالهم ويديروا لهم ذاك المشاكل ديالهم الفلوس وكل شيء. دخلنا الحدود المغربيه، هما كانوا كيقولوا لنا ديالكم على المغرب كيلصقوا الصفايح للجزائريين في رجليهم، حنا كنديروا فيكم خير، حنا كنزيفطوكم، ورا ما كاين لا صفايح لا والو. من جينا نشوفوا لقينا لا فونتير خاويه، لا جزائريين لا والو، غير المغاربه مشاكل كيتباكاو، شي مات مسكين، شي كتعرف الناس كبار كتدي لها فلوس وتدي لها رزق وتدي لها داك الشيء، راه كل شيء مشى عليه. هذيك دخلنا لوجده الحق فرحوا بينا اعترفوا بينا وداك الشيء، انا جيتوا لبلادكم ما جيتوش لهذا. بقينا اللي داوا الخيريه اللي داوا الاستاذ الروك داوه،
دير لهم القياطن ودير لهم داك الشيء ركبوا لهم القياطن وكتعرف ليا من البرد والشتا والثلج. ايوا هي هذيك. لقينا هذاك حتى جا اعلان من عند سيدنا قال لهم اللي عنده شي بلاد زفتوا عليها. اللي مشى الرشيدية مشى، اللي مشى المكناس مشى، اللي مشى الفاس مشى، اللي كلها وفين مشى. صافي برقوا وجده، ما بقاش ديك 45000 ما بقاش. هادشي اللي كاين. الطالب ديالكم. ها؟ طالبين الحقوق ديالنا، لا من هادو ولا من هادو. انا راه داو لي السكنه هنايا. عطوني قالوا لنا نعطيوك واحد المقدم قال لي قايد قال لي غنعطيك، قلت له ما كان مش كيعطاني في الثمن، عطاني في بيت وصالون وانا 8 ديال النفوس. وكل واحد عطاه ديور، عطاهم عمارات. واش بيت وصالون ديال زوفري ديال واحد سيليباتير، ماشي 8 ديال النفوس. قلت له انا ما غاتعطيني 8 ديال النفوس. الا جاوا العائله ديالي فين بيتهم؟ نمشي نديهم للوطيل. يقول لك هذا السيد ما اعترفش بينا. يقول لك هذا السيد ما اعترفش بينا. من زرت واحد الانسان ضيف زرتو للوطيل اش يقول لك؟ ايوا فينا؟ ملي كيدخل يشوف داك الشيء صافي. فهمتيني؟ هذا الشيء اللي كاين. الفلوس ديالكم؟ ها؟ الفلوس دابا الملف ديالكم فاتوا شي حاجه؟ اه دفعنا لجنيف، دابا الملف ديالنا راه في جنيف. ونشوف عاود هنا اش غيكون. اللي بغيت نشير ليه وهو حنا اليوم كنتواجدوا هنايا في المكتبه الوطنيه للحضور في هذه الندوه اللي هي في الحقيقه ندوه اللي كتجسد الطرد ديالنا ديال 75 مع افيك اون كومان مع سميتو مع لا بيبليوتيك ناسيونال بيان سور. دابا اليوم حنايا نتمناو ان شاء الله يكون حضور بعدا باش بعض الاخوان اللي يلتحقوا، وبغينا باش يكون واحد انفلو نتاع الناس باش يعرفوا القضيه ديال الطرد تاع السوفيل ديال 75، لان هذا الجيل الصعيد اللي طالع دابا ما كيعرفش شنو هي لا ديبورتاسيون اللي عايشوها خوتهم المغاربه في 75. احنا في 75 بور كومونسي كيفاش وقع الطرد ديالنا، هي هذاك الوقت بعد ما حسن الثاني يعني نظموا عطى التعليمات ديالو باش ينظموا المسيره الخضراء، يعني دازت يعني دون زان ان كليما باسيفيك، يعني موقع فيه حتى حاجه، كان هذاك الشيء مزيان والناس فرحات اكسترا. ولكن النظام الجزائري ان ذاك في عهد الهواري بومدين يعني لا ريبوستي اون كريون اون هذا واحد اون مارش نوار سموها لا مارش نوار، هي الطرد تاع السوفي هو هذيك لا مارش نوار، هي هذاك الطرد اللي حنا تصاب يعني اون ايتي فيكتيم دو سات اكسبلسيون. ولكن هذيك اون اكسكيلسيون زعما اربيترير يعني تاع السوفي، طردونا حنا ما كناش دارين بتا شي حاجه، عايشين تماك. حنا كنا كنحسبوا روحنا جزائريين بكل صراحه، ما حنا تزدنا تماك تربينا تماك، ولا في جامي كونسيونس بان واحد النهار غادي نكونوا مارجيناليزي وغادي نطردوا في هذوك الدور في هذيك الظروف اللي كانت قاسيه زعما بصراحه. مازال لو كان زعما النظام الجزائري هذاك الوقت طلب من عطانا واحد المهله باش نجمعوا حويجاتنا ونبيعوا الممتلكات ديالنا وداك الشيء، ماشي مشكل، نقدروا ندخلوا بكل فرح زعما با سوسي. ولكن هما شدونا كيدخلوا عليك للدار، كيخرجوك ركب في الفرغونات نتاع البوليس، كدوز الكوميساريا، كيحقوا معاك. لا عندك شي رزق تحطها، ما تدي معك حتى شي حاجه ابار الحويجات ديالك اللي راك لابسهم. من تماك عاود دوزونا الكوميساريا سنترال ديال وهران، حنا كنا كنتموا المنطقه الغربيه لو شاطو نوف، سميتو لو شاطو نوف معروف على صعيد المغرب وفي الجزائر. تما كاين حقو ثاني معنا من جديد، وكاع اللي عنده شي ممتلك شي رزق حطه فلوس ذهب كذا، خلاونا حتى شي حاجه. ومن بعد من تماك تم يعني الترحيل ديالنا عبر حافلات دي زوتوكارد. هذيك الشركه سميتها لا سوتاك، هي اللي كانت هذاك الوقت في 75 ديريكتومون لوجده. وكانت حتى لاكومبانيومون كان مانيو ميليتاري، يعني
كان بوليس معنا في الكار، واحد ركب اللور وواحد ركب القدام افيك 100 غايات حاضرنا حتى لا فرونتيير. مي وصلنا لا فرونتيير ثاني عاود لي كونترول، عاود فتش، عاود هذاك لي فورماليتي كذا اكسيتيرا. ما خرجنا من تماك حتى كانت شي الوحده تاع الليل. قطع دابا في المواد ديسمبر البرد، كان البرد وكان الانسان مسكين خرج غير بسيرفات موقع. الوغ كي وصلنا تماك من جهه اخوتنا المغاربه الحمد لله الله يجازيهم بخير، زعما نوزون بيان روسيو، لقينا القهوه لا تاي لا جيت انا والوالدين والوالدين ديالي سيتو. واحد خويا كان جا قبل مني فينا الما زعما لقينا صار كل صراحه ترحيب وساعدونا الله يجازيهم بخير خوتنا المغاربه. ومن بعد تما تم الترحيل ديالنا، كان حنا داونا مدرسه واحد ليكول تما في وجده، بقينا تما خمس ايام. من بعد هذيك خمس ايام كاع اللي كينتمي لشي اقليم صيفطوا الاقليم، كاين ناس تاع وجده بقاو في وجده، وحنا اللي من المنطقه ديال الناظور مشينا للناظور، بقينا في الناظور. وبقينا يعني كنا ساكنين في مخيمات، يعني دي طونت كيون. الرساله ديالك انت؟ الرساله تاعي حاليا انا حنا كنطالبوا الى حد اليوم، زعما حنا اوني با كونتر، حنا ماشي من هذاك النوع اللي غادي يسب ولا يعاير ولا، بالعكس حنايا نو سام دي جون تري سامب، دي جون تري جونتي، باسكو هذيك البلاد كانت بحال بلادنا وتربينا فيها وعندنا انتساج يعني افيك نو فرير الجيريان اللي باقيين عايشين تماك، بعض العائلات اللي باقيين الان كيبكيو على المغاربه. دونك حنا عمرنا ما غادي ننساو هذيك البلاد اللي تزدنا فيها كما كان الحال. ولكن حنا دابا واخا النظام الجزائري غلط معنا، بصح اللي طون دو ريباري هذا الشيء راه ممكن هو يتدخل ويتساعد معنا ما يضيعناش، لان بعدا باش نصرح راه لا موتي نص من الاخوان ديالنا المطرودين توفوا. يعني لو بو كي غاس ماتنو راه مساكين خرجوا بواحد السنه اللي ضعيفه وعندهم الويزات ما خدامين ما والو. اون باراليل بغينا كنطالبوا وكنناشدوا السلطات ديالنا والملك ديالنا سيدي محمد الله ينصرو باش يعاوننا، يعاوننا ولو غير يوظفوا لنا غير الوليدات، ولو غير واحد في العائله بور سوفونير او بيزون دي سي فامي، باسكو راهم عايشين لو كالفير. الناس كتموت صراحه، كاين الناس اللي كانوا عندهم سكن وظيفي خرجوا من السكنه بقى راهم في الزنقه. وهذا لو ميساج تاعي هو هو كيما داروا الاخوان ديالنا في الجنوب الصحراء وعطاهم دي كونسيسيون ايتو، حنا ما نطالبوش بحال هذوك. عطاونا والو قلت لك غير مساعدات مؤقته بروفيزوار بيد ما الملف نتاعنا يتحل على لي زانستونس انترناسيونال في لا كور دو جوستيس في لاهاي ولا في جنيف. حنا كنتظروا اوني توجور اوبتيميست زعما باش هذا المشكل تاعنا يتحل، وبغينا الاخوان ديالنا والشباب تاعنا المغربي بصفه عامه باش يعرفوا شنو هي ليكسبيسيون دي ماروكان دالجيري. انا مولاي محمد جو سوي اوتور دان ليفر افيك فتيحه السعيدي اون امي اللي هي سيت اون ديبوتي في لو سينا بلج، وكتبنا واحد الكتاب سميناه النمل المفترس يعني لي فورمي بريداتريس اديسيون بورغريك. الكتاب كيتباع هنا، اللي بغى يطالع على القضيه نتاع ليكسبيسيون دي ماروكان دالجيري يمشي لديسون بوري غريك يطالب هذا الكتاب.